نتحدث عن أهم الأمراض الطفيلية الشائعة في الخيل اللي اسمها داء الكمثريات اللي هي بايروبلازموسيس. البايروبلازموسيس إصابة طفيلي، طفيليات يسموها الأوالي، هي أحياء تكاد تكون مجهرية وحيدة الخلية، تدخل الدم وتنتشر وتسبب له المرض. هذه الأوالي نوعين بالنسبة للخيل. النوع الأول اللي اسمه الثيلاريا أكوي، والنوع الثاني اسمه ثاليريا أكوي وبابيزيا كابالي، يعني نوعين من هذا الطفيلي يدخلون الدم اللي هو البابيزيا كابالي والثيلاريا أكوي. هذه الطفيليات تدخل الدم. كيف تدخل الدم؟ تدخل الدم وتصيب الخيل من خلال القراد تكس. هذه القراد عندما يروح يمتص الدم، يتغذى دم من الخيل، فياخذ من دم الخيل المصابة، وهذا الدم المصاب عندما يدخل جسم القراد يتكاثر جنسيا في داخل القرادة، وبعد ذلك ينتقل إلى الغدد اللعابية. فمن الصير الفرصة لهذه القرادة المصابة أن تشوف حصان آخر أو فرس وتمتص دم منها، راح تقسم من المسببات المرضية تصيب الخيل وتدخل في المجرى الدموي للخيل، مما يسبب لها هذه الإصابة. أهم أنواع القراد طبعا الهايلوما يسموه، والريبي سيفاليس، هذه نوع من القراد مهمة لنقل هذا الطفيلي إلى مجرى الدم للخيل. طبعا الخيل اللي تصاب قد تشفى ظاهريا من هذا المرض البايروبلازموسيس، داء الكمثريات، ولكن قد تبقى حاملة للمرض أو مسبب المرض، يسموها كارير. الكارير يكون حامل للمرض أو مسبب المرض بدون أن يظهر أعراض سريرية على الحصان أو الخيل المصاب، لذلك تكون هي مصدر متنقل لنقل الإصابة بواسطة القراد إلى الخيل الأخرى. طبعا القراد هو الشيء الرئيسي، هو مضيف اللي ينقل المرض رئيسيا، لكن أحيانا احنا بنقل الدم قد ننقل الدم مصاب إلى الخيل فننقل لها الإصابة، أو حقن ملوثة. يعني المهم هي طريقة إدخال المسبب الطفيلي إلى مجرى الدم وإصابة الخيل. الخيل التي الثيلاريا طبعا ممكن، احنا ما قلنا اثنين، ثيلاريا وبابيزيا، المسبب الثيلاريا يسموه إكوي، الثيلاريا الخيلي، هذا مشكلته او قدرته بالخيل او بالفرس الحامل قد ينقل او ينتقل او يعبر غشاء المشيمة ويروح الى الجنين، وقد يلد الجنين ضعيفا مصابا بفقر الدم ومتعب، وقد ينفق خلال ايام قليلة، او احيانا يولد وهو كارير حامل للمسبب المرضي، مما ايضا يكون مصدر لنقل الاصابة بدون اعراض سريرية. اهم الاعراض لهذا المرض هي خاصة الثيلاريا تكون اكثر شدة من البابيزيا، يعني المصاب يكون اعراضه تكون بارزة اكثر وشديدة. فأول ما يصير عنده فقر الدم، لأن هذا يروح للكريات الدم الحمر، فتقل عددها، يقل عدد كريات الدم الحمر، لذلك يصير عندنا
فقر الدم الشديد، وبعد ذلك يصير عندنا فقدان شهية، ما تحب تتغذى تاكل الخيل المصابة. بعدين اليرقان، اليرقان هو اصفرار الأغشية المخاطية، ممكن أي مكان به غشاء مخاطي، وإحنا نتقرب عادة خلال العينين ونشوف إذا أكو يرقان أو صفار، لأنه العادي لون الأغشية بينك هذه الصحيحة، وإذا تحولت إلى شاحبة صفراء هذه إشارة إلى وجود فقر الدم واليرقان والشك السريري بالتعرض لإصابة لهذا المرض. وأكثر الأحيان عندما نفحص الملتحمة بالعين نرى بقع نزفية صغيرة يسمها بيتيكيال هيموريج موجودة على الملتحمة، وهنا يصير عندنا صعوبة التنفس، يعني صعب يتنفس، وبعد ذلك قد تتحول الحالة أو الحالة المزمنة أو الإصابة المزمنة بوجود أعراض أيضا فقدان الوزن، تبدي تنزل ينزل وزنها، ويصير عندها خمول، ويصير عندها فقدان الشهية. وإذا نسوي فحص عن طريق المستقيم نقدر نجس الطحال لأنه يتضخم عندما نفحصه مستقيميا، يتضخم نشوفه متضخم الطحال. أما كيفية التشخيص هذه بسيطة، دايركت مباشر من خلال الأعراض السريرية، زائدا ناخذ سلايد يعني مسحة من الدم، مسحة دموية، ونصبغها بالقمزة أو بأي صبغة ونفحصها ونشوف المسبب في داخل كريات الدم. لكن للتأكيد هناك فحوصات مختلفة في المختبر سريرية نقدر نصل بها إلى النتيجة النهائية بالفحص بما يسمى الفحص السيرولوجي. أما العلاج فالعلاج معروف، أنه نعطي الإيميزول، الإيميزول اللي هو الأميدو كارب دايو كارب، هذا الإيميزول دواء جيد ولكن يجب أن نتحذر منه، هذا نقدر نعطيه بالعضل مهم جدا ولا نخطأ ونعطيه بالوريد. طبعا أكو علاجات أخرى اللي هي الدايمينازين، اللي دايمينازين أسيتيوريت، هذا أيضا مهم ومؤثر، وأحيانا نضطر إلى إعطاء مضاد حيوي خاصة بالثلاريا أكوي، نعطي أوكسيتتراسايكلين بالوريد ونشوفه يكون مؤثر وله القدرة للقضاء على الثلاريا. طبعا بالنسبة للوقاية والسيطرة لا يوجد الآن لحد الآن تطعيم عن البيروبلازموسيس، ولكن على صاحب الإصبل هي النظافة والهدف التخلص من القراد ومصادره بالتعقيمات المستمرة وتنظيف مستمر، لأنه يجب منع هذا المرض اللي يسبب ضعف وكارثة اقتصادية وصحية على الخير. شكراً.